السلام عليكم. التمساح في مواجهة أقوى الحيوانات الشرسة، تحكم التماسيح المستنقعات والأنهار، وكل من ينزل الماء يعلم ما ينتظره من أهوال وصراع. لكن هناك ثلاثة حيوانات تحدت تلك المواجهة. الأسد والفجوة والنمر السيبيري، الصراع بينهم حتمي، وقد تختلف النتائج في كل المواجهات الثلاث. ففي إفريقيا الأسد مقابل التمساح، وفي جنوب شرق آسيا النمر السيبيري في مواجهة تمساح المياه المالحة، وفي أدغال الأمازون يتحدى الجغور التمساح الأمريكي. إذن عزيزي المشاهد، لمن ستكون الغلبة في المواجهات الثلاث؟ تابعونا. في إفريقيا تسود الأسود الغابات هناك، لكن عندما تقترب الأسود من المياه فالأمر مختلف. كل منهم له كيانه الخاص وله ميزته التي قد تحسم الصراع. فالأسود تستطيع مواجهة التماسيح خارج المياه، فالقوة والسرعة لهما عاملان أساسيان في الحفاظ على سمعة الأسود. ومع بطء التمساح خارج المياه فإن الغلبة ستكون دائما للأسود، ولكن داخل المياه التمساح هو المهيمن والمسيطر دائما، أقوى وأسرع. إنه حيوان بري مائي يستطيع الغوص بالفريسة لكتم أنفاسها حتى تموت. إنه يتربص بالأسود ويسرع في الانقضاض على أحدهم لينزل به داخل المياه، فيمتلئ صدر الأسد بالمياه ويصبح وجبة سهلة بالنسبة للتمساح. المواجهة التالية النمر السيبيري في مواجهة هذا التمساح. هذا النمر هو أقوى النمور، قوة عضلية هائلة وسرعة ورشاقة لا يضاهيها أحد في الحيوانات البرية. يسبح النمر داخل النهر برشاقة ويقضي معظم الوقت داخل المياه، لذلك من السهل عليه مواجهة التمساح. أو أي حيوان داخل المياه، لكن هل يتجرأ على القتال داخل المياه في مواجهة التماسيح؟ عند ذلك سوف يضحي بحياته. المواجهة صعبة للغاية، فإن العدو قد يزن إلى 1000 كيلوغرام وطوله 4 أمتار. شاهد للنهاية، مواجهة من نوع فريد. قد يكون النمر ذكي للغاية هذه المرة في مواجهة التمساح. هو تمساح عملاق وله الغلبة داخل المياه. قد يراقب النمر من بعيد ولا يتعدى حدوده هذه المرة، في حين من الممكن مواجهة تمساح صغير الحجم ليحكم النمر السيطرة عليه. المواجهة الأخيرة، الجاغوار يواجه التمساح الأمريكي. الجاغوار هو ثالث أكبر الكتل البرية أو النمور، مفترس ذكي ويصنع الكمائن، يستطيع السباحة فهو سباح ماهر للغاية، ويستطيع مواجهة التماسيح بخفة ورشاقة داخل المياه. إن ألذ الطعام لديه لحم التماسيح. شاهد للنهاية، الحيوانات البرية هي في حالة صراع دائم منذ آلاف السنين. عزيزي المشاهد، إلى هنا نكون قد انتهينا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.